تخيل لو في أم راحت للدكتور بعد 6 شهور بس من الحمل قالت له كفاية جدا كده يا دكتور، اشتقت إني أشوف ابني ومليت من الانتظار. الناتج هيكون جنين غير مكتمل، وده أحد الأمثلة اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في وسطنا علشان يعلمنا ننتظر، لأن في إنجازات في الدنيا بتحتاج لفعل محدد لكنه يستغرق وقت معين. هناك إنجازات الاجتهاد والإتقان بيأثر من وقتها، وهناك إنجازات علشان تتحقق الاجتهاد والإتقان بيطول من وقتها، وفي إنجازات بل كل الإنجازات لها وقت طبيعي لازم تاخده، والوقت ده بيبقى هو الرحلة اللي بتتعلم فيها وبتبني شخصيتك. والاستسلام للملل قبل استكمال الوقت الطبيعي لأي إنجاز هو أحد أشهر عوامل فشل الإنجازات. علشان كده العلماء علمونا إن في سنة ربانية ربنا بيتعامل بيها، ثابت من الثوابت الربانية اللي ربنا بيعاملنا بيها، اسمه التدرج. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ربنا كان قادر يخلقهم في ثانية، لكن بيعلمنا واحدة واحدة، وعلى فكرة هيعملها يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. لكن بيعلمنا أصبر على وقت الإنجازات وطول نفسك. جيمس وات ده مهندس اسكتلندي، هو اللي اخترع محرك البخار، قعد 20 سنة يخترع ويطور فيه لغاية ما طلع المنتج النهائي. ويليام هارفي ده الطبيب الإنجليزي اللي اكتشف الدورة الدموية، 30 سنة تجارب وأبحاث عشان يثبت طبيعة الدورة الدموية. الإمام الكبير البخاري رضي الله عنه 16 سنة بيلف الدنيا علشان يجمع ويصنف صحيح البخاري. طبيعي، كل إنجاز ليه وقت، واللي مش هيطول نفسه ويستسلم للملل مش هيحقق حاجة. عشان كده القائد المخضرم نابليون كان بيقول يحوز النصر من يصبر أكثر. ورحلة إصلاح النفس اللي الواحد بيحلم بيها حتى يأتي الله بقلب سليم بتاخد وقت، فما تستسلمش كل ما تغلط. رحلة إصلاح شريك الحياة بتاخد وقت، فأصبر علشان نصلح من بعض وننتفع ببعض. ييجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بقريش بتعذبهم، يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فسيدنا النبي يقول لهم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من المدينة إلى حضر موت 1000 كيلومترات لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أصبر وطول نفسك، أصبر وطول نفسك علشان تحقق اللي بتحلم بيه. الوقت عامل طبيعي جدا في الدنيا. جون ماكسويل أحد كبار علماء الإدارة بيقول كلمة تأمل فيها، بيقول النجاح الحقيقي يكمن في الشعور بالخوف أو النفور، يعني الملل، يعني في الشعور بالخوف أو النفور ثم العمل بعد ذلك. النجاح الحقيقي إنك تمل وتكمل. عشان كده الحل، حسن من أدائك في أي حاجة حاسس إنها تأخرت، وراجع بذلك للمجهود، يمكن يكون عدم بذلك للمجهود الكافي ده اللي مطول المدة، ثم اقبل الوقت بعد كده لو أنت عامل اللي عليك. حاجة تانية، دايما تخيل كل ما تمل عشان تطول نفسك تخيل الانتهاء والفوز بالإنجاز اللي بتحلم بيه. ربنا بيقول في الآخرة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. تعد الدنيا كأنها ساعة وقت ما نشوف جنة ربنا سبحانه وتعالى، عدت بسرعة وقت ما نشوف الإنجاز. عشان كده طول نفسك، الوقت عامل طبيعي جدا من عوامل النجاح. فاللهم يا رحمن أفض على نفوسنا بالهمة العالية وبث الحياة في أركاننا.